طيب نبلش اليوم راح نحكي عن arterial blood gases, interpretation of arterial blood gases. هلا this is صراحة يعني خلينا نسميه high level topic بالmedicine, في اللي تنزل كثير في محاضرة أوسع بكثير من محاضرة اليوم راح تاخذوها بسنة رابعة على المبدأ الباطني. لكن هون بدنا نشوف الجنرال principles ونصير نعمل interpretation للsimple disorders, مش للcomplicated أو للcomplex disorders اللي بيكون عند المريض أكثر من مشكلة مع بعض. طيب أكثر إشي يعني راح يعني شوية clinical point of view بس مش كثير راح نفوت بالclinical side of arterial blood gases. إيش هي الarterial blood gases؟ هو simply خلينا نحكي بالأول بعدين نمر على السلايدات والأشياء دي. simply إحنا بنعمل نأخذ blood sample مشان نشوف كم المريض بنعمل arterial فsample أخذناها من الarterial ماشي؟ فلازم مشان يطلع لنا الجهاز يعطينا readings لثلاث أشياء مهمة. الأولى اللي هي arterial oxygen, الarterial CO2 والبيكربونات ماشي. شو يعني arterial للأكسجين؟ احنا بنحكي عن الأكسجينيشن. طيب في طريقة ثانية مشان نشوف الأكسجينيشن أريح من ما انه نسحب arterial blood gas من الارتري اللي هي زي ما بتعرفوها كلكم على الكورونا الجهاز هذا اللي زي الملقط اللي بتشوفوه او بالمستشفيات اللي اسمه ايش O2 saturation ماشي او الـ SpO2. هلا هذاك بعطينا طرف لي بقول لك انه الاكسجين كويس 97% saturation of the hemoglobin. ف most of cases in clinical from a clinical aspect most of cases بالنسبه للاكسجينيشن لحاله انا بكفيني اشوف الاوتو سات كويس saturation كويس. لكن مرات تفرق عندي فبهمني اشوف الاكسجين على arterial blood gas. هاي حطينا الاكسجينيشن على جنب. الشغله الثانيه اللي بنشوفها بال ABG هي ايش؟ الأسيد بيس ديسوردرز. أسيد بيس ديسوردرز اللي هم الثلاث شغلات الثانية اللي حكينا عنهم اللي هم الـ pH, pressure of arterial CO2 and the bicarbonate. مهم نتذكر على موضوع البيكربونات اللي بنشوفها لما نقرأ عينة arterial blood gas إنه this bicarbonate level is not measured, it is ايش؟ calculated. شو يعني calculated؟ مين منكم كان توجيه علمي مش أدبي؟ نتذكرين نظرية فيثاغورس صح؟ عندك ضلعين الوتر باي ديفولت ما في غيره صح؟ ثلاث أربعة قبالها فور شور بمثلث قائم الزاوية خمسة صح؟ هون نفس المبدأ تقريبا. عندك تو نمبرز, عندك بي اتش, عندك سي او 2, فأكيد لازم الكالكوليتد باي كاربونات تكون الرقم الفلاني. مين اللي بحسب لك إياها؟ الماشين مش أنت اللي بتحسبها ماشي؟ فعندنا كالكوليتد باي كاربونات. في عنا رقم ثاني بنشوفه بالكلينيكال براكتس اللي هو مجر بايكربونات مش من الارتيريال بلود جازز, يمكن من الفينس او من الارتيريال بصير, بس هو بعمل لك مجرمنت للبايكربونات. بالعاده بيكون في بينهم فرق بين المجر والايش والكالكوليتد. شو السبب؟ انه في عندي اسيدز وبيس غير عن السي او 2 والبايكربونات مغير الارقام ماشي. فنحط هالمبدا براسنا على جنب لما نفكر بارتيريال بلود جاز. نتذكر دائما انه الرقم اللي بناخذه من الاي بي جي هو مجر, هو كالكوليتد نمبر للبايكربونات, لكن للاكسجين والبي اتش ات از مجر. طيب كيف بناخذ الاي بي جي من مريضنا؟ بناخذ الاي بي جي من مريضنا بالشكل التالي. هاي اسمه اي بي جي سيرنج وبناخذه بالعاده اسهل شيء من اي ارتري اسمه اللي بياخذوا منه سامبل. اخذته اناتومي ولا لا؟ ايه؟ لا بدهاش اناتومي اخذته ولا راديال ارتري. طيب راديال ارتري هلا لانه بناخذه من الراديال ارتري متذكرين كمان الهاند لها دول سيركوليشن صح؟ دول بلود سبلاي من الالنر ومن الراديال ارتري ماشي؟ جدلا اذا مريضي كان عنده ستينوسس بالالنر ارتري وانا لما اخذت له اي بي جي من الراديال ارتري يمكن يصير في ستينوسس من الابره اللي حطيتها بالارتري وبطل في سيركوليشن للهاند من مره ماشي. هاي كثير رير كيسز, اتس فيري رير, لكن ممكن انه نشوفها. مشان هيك بكره لما نتعلم الاي بي جي بسنه رابعه يو شود دو سمثينج كولد هيلنز تيست انه تو ميك شور انه حتى لما اسكر الراديال ارتري يو ستيل كان بيرفيوز يور هاند ماشي. سو اي ويل بروسيد وذ ذا اي بي جي. مش مهم حكينا الكلينيكال اسبيكتس كثير اليوم. فالكومبليكيشنز اللي ممكن نشوفها من الاي بي جي لما ناخذ العينه اللي هي اول وحده يصير في تنفيس من هالارتري ويصير في كولكشن اوف بلاد عند الارتري اللي هي ايش اسمها هيماتوما, اول وحده على اليمين اللي شايفينها.
ماشي. الشغله الثانيه يصير في ليك للبلد للسبكيوتينوس تيشو، ويعمل لي شيء اسمه اكسترافازيشن. ممكن نشوفها عند المرضى بكره، او اذا شفنا اهلنا او حدا بتعرفوه بعد ما طلع من المستشفى بعد الكانيولا اللي حطوا له اياها، سواء كانت فينوس ولا ارتيريال سامبل، صار في شويه ليك بالسبكيوتينوس تيشو، وهالليك بنسميه اكسترافازيشن. اخر كومبليكيشن، شوفوا كيف اصابعه صار سود زي الفروست بايت اللي بتشوفوهم. ليش صار عنده ايش؟ نيكروسس. ليش نيكروسس صار عنده؟ اسكيميا ونيكروسس بالهاند، لانه اصلا هذا كان عنده ستينوسس بالالنر ارتري، وانت لما اخذت له اي بي جي عملت ستينوسس كمان بالراديال ارتري، سبازم بصير عنده من الانجري من البين اللي انعمل له. حدا بحياتكم عمره حدا عمل له اي بي جي؟ فيري بينفول بروسيجر، يعني وجعها زي وجع لما تشتغل عند دكتور الاسنان بدون تخدير يعني، بس فور فيو سكندز. فبالعاده ما بنحب نعملها الا لما تكون انديكيتد. اني واي، هاي الكومبليكيشنز، بناخذ السامبل بنحطها في الجهاز اللي شايفينه قدامنا. ايش هذا الجهاز؟ اسمه اي بي جي ماشين. ماشي، بعطينا ايش؟ ثلاث ارقام او اربع ارقام مهمه زي ما حكينا، بي اتش والسي او 2 والبايكربونات والاكسجين على جنب. ليش حطيت بالاكسجينيشن الاكسجين على جنب؟ لانه هاي شغله ثانيه راح نحكي عنها الاكسجينيشن، لكن بهمني بالاسيد بيس ديس اوردرز ايش هم اللي بهموني؟ بي اتش، سي او 2، بايكربونات. ماشي، ونتذكر دائما انه البايكربونات شو مالها؟ كالكوليتد. طيب هدول اللي شايفينهم على اليسار هدول النورمال رينج. النورمال رينج زي لما تحكي مثلا النورمال صوديوم ليفل 135 ل 148. طيب فبالعاده بالمدرسه عندنا نورمال رينجز، ما عندنا رقم ابسولوت، لكن مشان انه نعمل انتربريتيشن للاي بي جي بدك ابسولوت نمبرز، بدك تعتبر النورمال مو يعني كلينيكالي هيز ستيل ان ذا نورمال رينج، لكن فور بيربوسز اوف انتربريتيشن بدك شارب نمبرز مشان تعرف انه المريض عنده شويه اسيدوسس، عنده الكالوسس، واكمل انتربريتيشن للاي بي جي. فبهمنا ايش؟ الريفرنس نمبرز اللي احنا شايفينهم، ولازم نكون حافظينهم وسهل انه نحفظهم. شو هم النمبرز؟ النورمال بي اتش قديش؟ 7.40، والسي او 2 كم؟ 40، والبايكربونات 24، كلهم فيهم اربعات، سهل انه نحفظهم، ماشي؟ هاي الريفرنس نمبرز. طيب هاي مثال على نورمال اي بي جي. لو حدا منكم اموره رايقه وكويسه، مين ايش اسمك انت دكتور؟ معن؟ طيب لو معن عملنا له اي بي جي هسه واموره رايقه واموره تمام، شو راح نلاقي عنده؟ البي اتش 7.40 والباي والسي او 2 40، ولانه رئته كويسه ومش ما عندوش شورتنس اوف بريث وعنده جود ليفل اوكسجينيشن، بنلاقي الاكسجين وذين ذا نورمال ليفل 90 100 110. طيب وراح يحسب له جهاز البايكربونات، وطلع لنا البايكربونات 24 ملي مول او ملي ايكوفيلنت. طيب ايش هذا المحطوطين تحت؟ بالعاده بالاسئله بالكلينيكال براكتس ما بنكتب عندكم الرقم ايش هو، بنكتبهم بالترتيب اللي انتم شايفينه هون، ومفهومه يعني باي ديفولت انه ذيس ار وات اي بي جي نمبرز. 7.40 يعني بي اتش، 40 سي او 2، 90 الاكسجين، واخر شيء هذول مجرد الثلاث حكينا صح؟ الاكسجين والسي او 2، وخلينا البايكربونات للاخر لانه ايش؟ كالكوليتد. طيب فالترتيب مهم ان نكون عارفينهم. طيب شو يعني بالفسيولوجي؟ متذكرين زي ما حكى بالفسيولوجي، متذكرين البفر سيستم ايش هو؟ طيب بدنا نحفظ شغلتين او ثلاث شغلات، نحفظهم يكونوا مسلمات ما نفكر فيهم لما نكمل حكي بالمحاضره او لو نعمل انتربريتيشن للاي بي جي. شو هم؟ اول وحده الريسبيراتوري سيستم، it controls the CO2 level، وال CO2 اذا طلع بعمل acidosis، وال flow بعمل ايش؟ الكالوسس. ماشي، عكسهم شو في؟ kidneys they control the HCO3 level وال bicarbonate، if high it will cause alkalosis، if low it will cause acidosis. قل لي هيك حفظها، اتفقنا؟ هاي سي او 2، لا 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 في هاي، يعني اذا رقم عالي مش انه طلع برا جسمه. لا هيك سوء تفاهم، هاي مشكلتنا بالعربي نفهمش على بعض. لا لا، if you have a high number of CO2 it will cause acidosis، low number of CO2 will cause what؟ alkalosis. والCO2 who controls the CO2؟ lungs. ماشي،
طيب نتذكر شغله مهمه عن اللنجز، اذا اعطيتك اسيد هسه اذا صار عندك اسيدوسيس فور سام كوز اللنجز بدهم يعملوا ايش؟ كومبنسيشن صح؟ بدهم يعوضوا كيف ايش؟ اذا انا عملت لك اسيدوسيس مثلا، اذا اخذت دواء بعمل لك اسيدوسيس، شو بدها تعمل؟ اللنجز بتعمل الكالوسيس العكس صح؟ تعمل كومبنسيشن ماشي؟ مشان تعمل كومبنسيشن ات ويل واش اوت سي او 2 ماشي؟ هل CO2 washing out هو اللي راح يعمل compensatory alkalosis ماشي؟ والعكس نحفظ شغلة عن اللنجز إنه the lungs response is fast ماشي؟ يعني إذا صار عندي acidosis for some reason within one hour two hours اللنجز راح يعمل hyper لأنه سهل أعمل hyperventilation صح؟ بس أتنفس بسرعة وأخذ tidal volume أكثر صح ولا لا؟ طيب الكيدنيز شو بدها تعمل مسكين الكيدنيز؟ بدها تعمل it will produce more bicarbonate it will retain more bicarbonate and it will excrete to excrete out الايش الهيدروجين ايون ماشي فشغلتها بطيئه والكباسيتي تاعتها كمان بتتاخر لحد ما توصل للفول كاباسيتي بالعاده it will take one or two days مشان توصل لايش للماكسيمم كاباسيتي اوف كومبنسيشن طيب كلينيكال هذا الشيء ايش مهم إذا عندي respiratory problem والكيدنيز بدها تغطي على respiratory problem تبعتي لما تكون بأكيوت فيز ما راح تشوف الريسبونس من الكيدنيز بعد بكرة بتشوفها ماشي لكن إذا عندي kidney problems مخرب البيكربونات طيب the lungs will compensate directly after it ماشي مشان هيك إذا مريض صار عنده salicylate poisoning شو salicylate acid ماشي شو salicylate aspirin ماشي مع ان قرر ينتحر ب 50 حبه اسبرين اخذهم ما بناخذه على الطوارئ بعد نص ساعه راح يكون بيعمل ايش هايبر فنتيليشن مشان ينزل السي او 2 تو كومبنسيت ذا اسيدوسيس من ال 50 حبه اسبرين اللي اخذهم قبل شوي كمان نص ساعه بكون في عنده فنحفظهم هذول الشغلات فاست سي او 2 لنجز و اسيدوسيس ماشي من السي او 2 السي او 2 بيعمل اسيدوسيس طيب بايكربونات الكالوسيس بيعملوا if high number they will cause الكالوسيس kidneys and the compensation is slow ماشي مشان نعرف نكمل حكينا بالمحاضرة حدا مش فاهم الاشي اللي حكينا دكتور واصلة تمام الامور طيب هلا في عندنا general principles ماشي لازم نكون عارفينهم شو هم الجنرال برينسيبلز لازم نكون عارفينهم انه the rule of the kidneys which needs days to kick in او يعني هو مش كثير accurate على فكره days 1 2 days يعني بس انه الماكسيمم كاباسيتي تاعتها توصل بعد days طيب شو بتعمل الكيدنيز مشان ترفع عنا البايكربونات او تنزلها it will retain the bicarbonate تمنع البايكربونate excretion من البروكسيمال تيوبيول طيب it will regenerate bicarbonate بالمعادلة اللي شفناها قبل شوي فيها الكربونيك أنهايدريز طيب it will excrete hydrogen ion and it will reabsorb bicarbonate شو كلهم بعملوا؟ الكالوسيس ماشي؟ هلا لما يكون المشكلة بالرسبيراتوري سيستم احنا صار براسنا خلص الرسبيراتوري سيستم يعني CO2 فإذا المشكلة بالCO2 معناته عندي respiratory problem إذا المشكلة بالبايكربونات معناته عندي إيش؟ ميتابوليك اسمها ما اسمها يعني نيفرولوجيك ماشي اسمها ميتابوليك بروبلم طيب؟ طيب respiratory system it's simple straight forward نرفع التايدال فوليوم نرفع respiratory rate بنعمل CO2 wash out أكثر نزل التايدال فوليوم نزل الـ respiratory rate بتعمل CO2 retention أكثر طيب how to approach it هلا الاشياء اللي راح نحكي عنها اليوم اللي هم اول خطوتين بصراحه المفروض تكونوا كثير كويسين فيهم الاشياء الثانيه مش كثير محاسبينكم عليهم هسه لانه بدهم نكون فاهمين الموضوع اكثر يكون عندنا شويه كلينيكال باك جراوند اكثر من الموجود عندكم هسه مشان نفهمها باريحيه طيب لكن نمر عليها على السريع طيب اول مشكله لازم اشوف البرايمري ابنورماليتي لانه عندي يكون عندي ايش 2 او 3 بروبلمز حتى مع بعض موجودين يكون عندي respiratory acidosis وmetabolic alkalosis أو يكون عندي العكس respiratory acid metabolic acidosis وrespiratory وrespiratory acidosis ممكن الاثنين يكونوا موجودين عندي فأول إشي you should identify the primary problem كيف نعمل identification primary problem نعرف إنه do I have acidosis ولا alkalosis
ماشي، كيف بدي اعرف ان عندي اسيدوسيس ولا الكالوسيس؟ شو الريفرنس بوينت؟ طبعا على الاي بي جي بنحكي، شو الريفرنس بوينت؟ 7.40 للبي اتش، صح؟ البي اتش بحكي لك اسيدوسيس ولا الكالوسيس. 7.40 7.41 اتس ستيل ان ذا نورمال رينج، يعني يمكن كلنا لو عملنا ما راح يطلع معنا 7.40 7.41 7.39 نورمال، لكن مشان for the purposes of interpretation you should consider it as 7.41 الكالوسيس 7.39 اسيدوسيس، مع انها ضمن النورمال رينج وما فيها اي مشاكل بالعاده بيكون، لكن مشان اعمل interpretation للاي بي جي مجرد ما طلعت عن 7.40 you should consider it either acidosis or alkalosis. طيب شفنا عندي acidosis او عندي alkalosis بغض النظر اي منهم، بعدين بدي اعرف هل acidosis او alkalosis is it caused by a respiratory problem ولا metabolic problem. طيب اذا اعتبرنا عندي acidosis، اذا كان caused by respiratory problem معناته شو اللي عامل acidosis؟ high CO2 ولا low bicarbonate؟ high CO2. طيب اذا لقيت CO2 normal طيب او لو معناته شو عندي؟ ما هو فيش غيرهم، اذا الاولى مش موجوده معناته فور شور الثانيه موجوده، صح؟ طيب ليش بهمني هذا الانتربريتيشن مو الطريقه اللي شوي اكثر بتسمعوها انه لوك ات بوث لوك ات بايكربونات اند لوك ات سي او 2 بحكي لك تطلع السي او 2 لحاله. ليش؟ شو حكينا؟ لانها كالكوليتد، ماشي؟ فلانها كالكوليتد لا تطلع عليها الا خلينا نسميها بالعربي تستانس فيها يعني، بس ما تعتمد عليها مشان تجاوب. يعني بدي رقمين بحكي لك انه عندك اسيدوسس ولا الكالوسس وعندك ريسبيراتوري ولا ميتابوليك بروبلم. شو هم الرقمين صفوا؟ البي اتش والسي او 2 بكفوني. البايكارب اعتبرها شطبوا لك اياها من السؤال، السل بتقدر تجاوب انه يو هاف اسيدوسس ولا الكالوسس ميتابوليك ولا ريسبيراتوري. طيب طيب الخطوة الثانية بعد ما عرفنا انه ميتابوليك ولا ريسبيراتوري، بما انه احنا طلعنا على السي او 2 وعرفنا انه مش ميتابوليك انه مش ريسبيراتوري فهو فور شور ايش؟ ميتابوليك، او اذا عنده ريسبيراتوري خلص عندي ريسبيراتوري بروبلم. بعدين بدنا نطلع على الشغلة الثانية نشوفه از ات كومبنسيتد ولا لا؟ واز ات فولي كومبنسيتد ولا بارشلي كومبنسيتد؟ هذا بسنرامو بنحكي عنها اكثر. طيب ليش بهمني نعرف انه compensated ولا لا؟ لانه الكومبنسيشن بروسيس في لها كمان جنرال رولز. شو هم اهم شغلتين فيهم؟ انه it is predictable with numbers، يعني انا بتوقع لما معن اخذ ساليسيليت مشان يعني مثلا بديش اقولها تطلع تسجيل يعني ماشي، فاحنا بنتوقع انه بعد ساعه لانه عنده acute metabolic acidosis بتوقع لما نروح نعمل له اي بي جي طوارئ كمان ساعة زمان انه يكون السي او 2 ليفل عنده نزل من ال 40 نورمال لايش مثلا نحسب له اياها في لها رولز اوف 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 كالكوليشن، نزل من 40 ل 28، لكن اذا لقينا معا عنده مش نازل غير من 40 ل 35 معناته مع انه معا عنده ميتابوليك اسيدوسس شو في عنده كمان ريسبيراتوري بروبلم مانعيته يوصل للبريدكتد كومبنسيشن، ماشي؟ بس هاي ما راح نفوت بتفاصيلها اليوم، سنة رابعة أروق بتكون الأمور. Is it partially or fully compensated؟ إذا عندك metabolic acidosis you should always go for what we call anion gap. شو الأنيون gap؟ سامعين فيها الأنيون gap؟ شو الأنيونز؟ شو الكاتيونز؟ مين positively charged molecules؟ الكاتيونز، صح؟ طيب زي مين؟ بوزيتيف ايش؟ لا احنا مش بس محاضرتنا بكل السيرم يعني، ماشي؟ بوتاسيوم بيقول لك، بس قديش البوتاسيوم؟ 4 ملي مول مش كثير، مين الاهم منه؟ صوديوم 135 ذا موست امبورتنت وان اكثر واحد عدد. قديش؟ احنا قلنا زمان الصوديوم بس التوقيت عندكم شكله بيختلف، قربوا لهم. طيب فالصوديوم 140 تقريبا فهو اكثر واحد مهم، ماشي؟ واكثر واحد كان بي اي روتين لمجد. طيب مين نيجاتيفلي تشارج مولكيولز؟ كلورايد وبايكربونات، وهذول كمان روتين لمجد وايزي لمجد. هلا في اشياء ثانيه، طيب في اشياء ثانيه ما عملنا لها مجرمات، زي شو؟ البوتاسيوم المغنيسيوم البروتينز لهم تشارج، طيب بوزيتيفلي تشارج بيكونوا، طيب نيجاتيف تشارج في اشياء ثانيه. هلا الفرق بين الصوديوم من جهه
والكلورايد والبايكربونات من جهة بالعادة اللي هو إيش اسمه الأنمجرد آنيونز، هذول اللي ما قسناهم، اللي ما غلبت حالي وقستهم وشغلت المختبر طول الليل مشان يطلعوا لي أرقامهم. هذول الأنمجرد آنيونز هم رقم، هم اسمهم الأنيون جاب. نورمالي الأنيون جاب قديش بكون عنا؟ بين 8 و12. يعني إذا شفت قديش عندي صوديوم، قديش عندي كلورايد، قديش عندي بايكربونات، شفت الفرق بينهم، العادة النورمال نمبر يكون بين 8 و12. هذول موليكيولز ملي مولز، ماشي، ما قسناهم، ما غلبنا حالنا وقسناهم، لكن بيكونوا ايش النورمال رينج تاعهم بين 8 و12. هذول الانمجرد انيونز. طيب اذا مريض عنده ميتابوليك اسيدوسيس، ماشي، يعني عنده البايكربونات لو، ماشي، طيب وعنده الانيون جاب اللي متوقع والعاده تكون بين 8 و12، طلعت عنده 40، معناته في عنده اشي جوا اسيدز احنا ما قسناهم، ما قسناهم شو هم ما بعرف. طيب كيف نعرف شو هم؟ من الكلينيكال سيناريو تاع المريض، من ايش عنده المريض؟ عنده يمكن دايابيتس وان كنترول، صار عنده كيتو اسيدوسيس، ماشي، صار عنده كيتون بوديز، ماشي، يمكن ماخذ 100 حبه اسبرين از سويسايدال اتمت، من هون اجى الاسيد الزياده. فهون كلينيكال بهمني انه الميتابوليك اسيدوسيس از ات بسموه له اسمين مشان ما تخربطوا، في كتب بحكوا عنه انيون جاب ميتابوليك اسيدوسيس، يعني في عندي انيون جاب، ونون انيون جاب ميتابوليك اسيدوسيس، وفي كتب ثانيه بسموه وايد انيون جاب ميتابوليك اسيدوسيس ونورمال انيون جاب ميتابوليك اسيدوسيس. طيب يعني بالكتاب هذا بنقرا بنشوف انه هاي المريض عنده اللي ماخذ ساليسيليت اللي ماخذ اسبرين عنده ايش؟ وايد انيون جاب ميتابوليك اسيدوسيس. بالكتاب الثاني شو بنلاقي مكتوب فيه؟ وايد انيون جاب ميتابوليك اسيدوسيس، نفس المعنى اللي قباله شو بنشوف بالكتاب الاول اللي حكينا عنه او بالمحاضره الاولى؟ نون انيون جاب ميتابوليك اسيدوسيس ونورمال انيون جاب ميتابوليك اسيدوسيس، فنفس المعنى نورمال ونون او وايد وانيون جاب، ماشي؟ طيب بعدين بشوف الميتابوليك اسيدوسيس مشان اعرف انه مريض عنده ميتابوليك اسيدوسيس وايد ولا انيون جاب ولا نورمال انيون جاب ميتابوليك اسيدوسيس. هذا السلايد اذا بنكون فاهمينه فهم تقدر تجاوب على اي سؤال على الاقل بالليفل تاع سنه ثانيه وثالثه وسنه رابعه، في اشياء جديده راح تطلع نحكي فيها اكثر. طيب اول شيء بي اتش بنشوف اسيدوسيس او لا الكالوسيس. الاسيدوسيس مين بيجاوبني؟ السي او 2 بكفي، ما في داعي تطلع على البايكربونات. اذا السي او 2 اذا عندي اسيدوسيس والسي او 2 60 ريسبيراتوري اسيدوسيس، ماشي، اذا عندي اسيدوسيس والسي او 2 40 معناه ما دام الاسيدوسيس مش عامل السي او 2 مين اللي عامله؟ فور شور اللي عامليته اللو بايكربونات، ماشي، يعني ميتابوليك اسيدوسيس. طيب بعد ما نعرف انه اسيدوسيس ولا الكالوسيس ريسبيراتوري ولا ميتابوليك، طيب شو بدنا نطلع على الكومبنسيشن؟ لما يكون عندك ميتابوليك اسيدوسيس، ماشي، يعني بي اتش على على الاسيدوسيس سايد less than 7.40، طيب والبايكار والبايكربونات از لو، ماشي، يعني ميتابوليك اسيدوسيس. بدي ارجع اطلع مره ثانيه على البايكربون على سي او 2، ليش؟ مشان اشوف في كومبنسيشن ولا ما في كومبنسيشن. طيب كيف بدي اعرف انه في كومبنسيشن ولا لا؟ اذا كان سي او 2 نزل لحق البايكربونات تو كومبنسيت، ماشي، معناته في عندي كومبنسيشن سواء بارشلي ولا فولي كومبنسيشن، مش مطلوب منكم هذا الحكي اليوم. طيب بس في ريسبونس من السي او 2 من الجهه الثانيه. طيب اذا ما في ريسبونس معناته ما في عندي كومبنسيشن. حدا عنده سؤال لحد هون؟ واضح الامور وسهله؟ بس اربطوا ب... ايه تفضل. ما صار يكون تسبب اه انت جاوبني شو رايك؟ فكر معي بالموضوع. طيب اريحك. شو مين حكينا السلو مين الفاست؟ ريسبيراتوري سيستم. يعني اذا عندي ميتابوليك بروبلم اتس اب نورمال افتر فيو اورز انه ما يكون في عندك ريسبيراتوري كومبنسيشن، لكن اتس اكسبكتد بعد كم ساعه من ريسبيراتوري بروبلم عمليت لي سي او 2 ريتينشن انه ما يكون في بعده صار ميتابوليك ريسبونس، لكن بعد كم يوم المفروض يكون فيه. طيب وين هاي بنشوفها؟ خلينا نفلسف لكم الامور اكثر بما انك تسال يعني هاي الاشياء. بتعرفوا الازمه وبتعرفوا السي او بي دي صح؟ مين شيء بيجي ابيسودك واكيوت ومين كرونيك والريفرسبل؟ الازمه ريفرسبل والسي او بي دي كرونيك ومش الريفرسبل صح؟
طيب شو بيعملوا لما يكونوا كثير سيئة الأمور، يكون في عندك كثير obstruction؟ شو بيعملوا؟ They are a respiratory problem. They will retain CO2 and they will, they might cause إيش؟ CO2 retention يعني respiratory acidosis، مش acidosis لحاله، respiratory acidosis. طيب طيب مريض الأزمة اللي كان اليوم بمدرسته، طفل اللي كان اليوم بمدرسته أموره كويسة وصار عنده أزمة أتاك هسه وراء الطوارئ وعملنا له ABG، شو راح نلاقي عنده؟ إذا كانت severe asthma exacerbation راح نلاقي عنده CO2 low ماشي ولا high؟ إذا كانت very severe high، راح نلاقي عنده CO2 high بالsevere، بس بالmild cases بالعكس بيكون low لأنه عنده hyperventilation. لكن لما تتعب أموره على الآخر شو بصير عنده؟ hypercapnia يعني CO2 retention. طيب بتلاقي عنده CO2 high لكن ما بتوقع، لأنه اليوم الصبح كانت أموره كويسة، ما بتوقع أنه البايكربونات ارتفعت. طيب اتفقنا عليها هاي؟ طيب مريض السي او بي دي اللي أموره الأوبستركشن قاعد بيزيد أكثر وأكثر وأكثر over years ماشي، هذا صار كرونيك صح؟ تلاقي السي او 2 عنده نفس الرقم تاع الولد الصغير، لكن تلاقي البي اتش عنده نورمال أو نير نورمال. طيب ليش؟ لأنه على مهل هالكدني ضبطت أمورها ورفعت، عملت كومبنزيشن ورفعت البايكربونات. وصلت الفكرة؟ لكن العكس لا، بدك rapid response. It's normally to have a rapid response from the respiratory system. وصله؟ طيب أول خطوة زي ما حكينا الـ pH acidosis ولا alkalosis، بعدين منطلع الـ cause. هذا الحكي اللي مكتوب كله هاي يعني نفس الحكي اللي حكيناه قبل شوي، منطلع الـ CO2 إذا consistent مع change بالـ pH فإتس respiratory problem. It's inconsistent معناته it's what a metabolic problem. طيب بعدين نطلع على البايكربونات، ونتذكر دائما انها كالكوليتد، مشان هيك لما اطلع على البايكربونات اللي باخذها من الاي بي جي لايش حكينا، خلينا نحفظ هالكلمه للاستئناس بس لانه انا جاوبت السؤال وخلصت، عندي بي اتش وعندي سي او 2 ما بهمني كثير البايكربونات الا مشان اتاكد انه الامور ماشيه صح. بطلع على البايكربونات وبنشوف شو الوضع، بعدين بنشوف الكومبنسيشن. طيب هلا الكومبنسيشن هاي شوف شو مكتوب لك هون، lack of compensation or over compensation. شو هاي؟ it's that means that you have a second abnormality. طيب you have a second problem. The degree of compensation is predictable. هاي لحالها عليها 10 سلايدات بسنة رابعة. How to calculate the predicted numbers? Is it fully or partially compensated? لكن مطلوب من اليوم نفهم المبدأ بس. طيب هاي كله حكينا، نيجي على الانيون جاب. الانيون جاب ايش؟ الانيون جاب الفرق بين الصوديوم من جهه والمجموع تاع الكلورايد والبايكربونات من جهه. في كتب بتلاقوا مكتوب بجنب الصوديوم اند بوتاسيوم، فرقت معهم هالاربعه النورمال ليفل تاع البوتاسيوم، حابين يحطوها بالمعادله. لكن شو بصير الرينج؟ يعني زدنا البوتاسيوم بصير من 12 ل 16، بطل من 8 ل 12. فإذا شفتوا حاجة ثانية بنحكي النورمال رينج من 8 ل 12، أعرف إنه قصده تحسب البوتاسيوم. إذا مش حاط من 8 ل 12 هون من 4 ل 12، إذا شفت حاجة ثانية كاتب لك من 12 ل 18 فأعرف إنه حاسب البوتاسيوم. anyway المهم إنه رقم هو ما بهمك اللو نمبر أنيون جاب، بهمك الهاي نمبر الأبر ليميت. الأبر ليميت إذا مش حاسب البوتاسيوم 12، إذا حاسب البوتاسيوم 16، وبالعادة ما بنحسب البوتاسيوم. ليش؟ لأنه نيجليجبل نمبر، سمول نمبر. طيب أول مثال شو رأيكم هاي؟ يلا احكوا لي عنها. مين؟ يلا قول لي يا إيش الاسم؟ أحمد. شو رأيكم، موافقين ولا لا؟ كيف أعرف إنه الكالوسيس؟ إيش؟ قول لي سؤال؟ إيش؟ مش مهم، خلينا خطوة خطوة. كيف عرفنا؟ احنا يعني اللي بيعرفوا انا مبسوط منهم، بس انا بدي هذول اللي قاعدين بتطلعوا مش عارفين. طيب اسيدوسس ولا الكالوسس؟ احكي لهم احمد، خلي احمد لحاله مشان نسمعه. الكالوسس لا، كيف عرفت؟ اكثر من ايش؟ 7.40 ماشي. طيب بعدين عشو بدك تتطلع؟ شو طلع معك في السي او 2؟ لو السي او 2 شو يعني؟ الكالوسيس مع ايه؟
الكالوسيس. طيب معناته الالكالوسيس هاي البي اتش اللي فيها الكالوسيس شو سببها؟ ريسبيراتوري ولا ميتابولي؟ ريسبيراتوري الكالوسيس. طيب احمد بيقدر يعطيني هذا الجواب لو اني مش حاط له البايكربونات؟ بيقدر صح؟ ما بهمني قديش البايكربونات. طيب اطلع لي على البايكربونات يا احمد شو مالها؟ بعدها لا بعدها 24 بعدها نورمال. طيب ما 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 تغيرت ماشي. المفروض انه تنزل بكره بعد بكره اذا ظلت الامور زي ما هي ما انقذتش المريض ما عملتلوش شيء شو راح تنزل. طيب لكن هسه على الاي بي جي اللي قدامك شو فيها؟ طيب لما يجيك سؤال ابو شريك الاي بي جي اللي قدامك تكتب عليها انتربريتيشن شو بتكتب؟ لا لا اعطيني شو الجواب على السؤال. give an interpretation for this ABG. اكتب respiratory ايش؟ respiratory alkalosis without compensation. ماشي بدون compensation اتفقنا؟ حدا عنده سؤال؟ اللي قاعدين بيسألوا اللي جنبهم سألوني انا مشان اللي حواليك وكمان يستفيدوا من سؤال كل المهم. بس يعني لو لقيت انه في compensation هلا كلينيكالي لا تفكر بموضوع كثير هسه عشان رابعة بتفهم الموضوع اكثر بس صح اللي بتحكي ماشي. هلا شو هون الموضوع؟ في عندي شو عندي الانتربريتيشن الكالوسس شفت البي اتش كتبت الكالوسس شفت السي او 2 هو اللي عامل لي الكالوسس كتبت قبلها ايش؟ ريسبيراتوري. طيب شفت البايكربونات لسه محلها مش متحركه شو كتبت جنب بعد الالكالوسس؟ not compensated. ماشي هاي الانتربريتيشن اوف ذس ايج. هلا السؤال هاي يعني هذا سؤال سمبل كويستشن لكن السؤال اللي بيجيك بكره يعني طيب سنه رابعه وسنه سادسه مش بس اي بي جي وانتربريتيشن. مريض اجاك بالطوارئ ضغطه هيك الصوديوم هيك البوتاسيوم هيك ماكل هيك عنده سي او بي دي من اول اعطيني انتربريتيشن. فمش بس الرقم اللي بهمك بهمك كمان كيس تاع المريض والفيزيكال اكزام فايندينجز والاذر لابز اللي عنده. طيب المثال الثاني مين غير احمد؟ الدكتور هناك عشان نسمعه وسمع الكل. لا اللي جنبك علي صوتك. شو يعني 7.33؟ اسيدوسس ولا الكالوسس يا جماعه موافقين؟ اسيدوسس. طيب لا طول بالك سي او 2 شو هو؟ شو النورمال سي او 2؟ هو والله ما حدا يحكي غيره. شو النورمال سي او 2؟ 40. هذا نازل صح؟ لو سي او 2 22 صح؟ طيب السي او 2 لما ينزل شو بيعمل؟ اسيدوسس ولا الكالوسس؟ لو سي او 2 نمبر ات ويل كوز اسيدوسس الكالوسس. طيب مال المريض اسيدوتك والسي او 2 نازل معناته ميتابوليك اسيدوسس بدون ما اطلع على رقم البايكربونات صح؟ طيب ذيس از وات ميتابوليك اسيدوسس. طيب نتأكد من رقم البايكربونات. آه والله صح زي ما حزرنا نازل صح 17 المفروض يكون 24 ماشي. طيب نرجع للسي او 2 مشان نجاوب بنحكي عنه ايش؟ compensated ولا مش compensated؟ is it compensated؟ compensated. اذا شو لازم يجاوب من الدكتور اللي ايش الاسم؟ هيثم. شو لازم يحكي هيثم؟ with respiratory compensation. ماشي اتفقنا عليها هاي. طيب بالعادة لما يكون في ميتابوليك أسيدوسس كمل السؤال كله اللي ما حطيناه كله موجود هون عندنا مشان نحسب إيش؟ تذكر شو آخر خطوة كانت؟ الأنيون جاب. لما يكون في عندنا ميتابوليك أسيدوسس دائما أحسب الأنيون جاب مشان تحكي وايد أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسس أو نورمال أنيون جاب ميتابوليك أسيدوسس. بس هذا مش مطلوب منكم حاليا. طيب نيجي خلصنا موضوع البي اتش السي او 2 والبايكربونات. هالمثالين الصغار عرفنا نحلهم صح فهمنا شو غلطة هيثم كيف زبطنا له إياها إيش الغلط اللي فكر فيه ما بدنا نفكر بهاي الطريقة اتفقنا؟ طيب نيجي للرقم الأخير اللي بالـ ABG اللي هو إيش؟ الأكسجين. الأكسجين زي ما قلنا مشان نشوف مريضنا إذا أنا أموره كويسة ولا مش كويسة نطلع على إيش؟ على الأوتوسات. أسهل ما نسحب له من إيده عينة دم بتوجع مشان نقول له آه والله الأكسجين كويس. طيب ما هو كويس مبين على بلس اوكسيميتر ماشي. طيب لكن اذا عملنا اي بي جي او مشان نعمل انتربريتيشن للاي بي جي كمان نطلع على الاكسجين نمبر لكن مش مشان الاسيد بيس بالانس ما له دخل ابدا الاكسجين بالاسيد بيس بالانس مشان الاكسجينيشن نفسه. شو النورمال نمبر؟
من 80 ل 100 ل 110 120 مرات. يعني كل ما كبر الواحد بالعمر كل ما صارت الفانكشن تاعت اللنجز نورمال، كل ما صارت فيها دروب بالفانكشن تاعت اللنج، كل ما قل الغاز اكستشينج وبنشوف الرقم اقل. طيب بالعاده في قاعده بحكي لك 110 ناقص الايدج هو الاكس 140 ناقص الايدج فهو الاكسبكتد نمبر. يعني اذا عمرك اذا عمرك 70 140 ناقص 70 فبتوقع يكون عندك بحدود ال 80 70 يعني هاي النورمال نمبر. طيب مش مهم لكن نعرف انه النورمال نمبر اكثر من 80 ماشي. طيب اذا عندي شويه هايبوكسيا ايش بنحكي عنها؟ هايبوكسيميا يعني لو اكسجين ان ذا بلاد. اذا عندي سيفير هايبوكسيميا هون الرقم مهم لها ديفينيشن سيفير هايبوكسيميا قديش يكون على الاي بي جي الرقم اقل من 60 ملليمتر مركوري. طيب هلا الاكسجين الهايبوكسيميا اللي موجوده اذا اكومبانيد وذ سي او 2 ريتينشن شو صار اسمه؟ تايب 2 ريسبيراتوري فيلر. يعني مش بس هايبوكسيميا وذ هايبر كابنيا، اذا هايبوكسيميا لحالها تايب 1. شو الفرق بين تايب 1 وتايب 2؟ كلينيكالي اتس فيري امبورتنت ماشي. يعني اذا مريض عنده نمونيا مثلا شو بتتوقع يصير عنده تايب 1 ولا تايب 2 ريسبيراتوري فيلر؟ راح يكون عنده في كيو مس ماتش زي ما حكيت صح، في بلد بيروح بس ما بيرجع معه ما بيرجع معه اكسجين على الانفكتد ارياز اوف ذا لنج. طيب فراح يصير عنده شو؟ تايب 1 ريسبيراتوري فيلر نمونيا. طيب اذا مريض عنده سي او بي دي اللي حكينا عنه قبل شوي وعنده سي او 2 عنده هايبوفنتيليشن او اوبستراكشن وبطل تايدال فوليوم عنده نورمال صار اقل على حساب الريزيدوال فوليوم، طيب شو راح يصير عنده؟ هايبوفنتيليشن. طيب مريض اخذ مورفين وصار الريسبيراتوري ريت من السيديشن اللي اخذه كثير لو، شو بدنا نشوف عنده؟ تايب 2 سي او 2 ريتينشن. راح يكون عنده مش بس هايبوكسيميا وذ هايبر كابنيا. طيب هاي عرفنا اول شغله اللي هي تايب 1. طبعا رقم سي او 2 مور ذان 45 في كتب ثانيه ممكن تشوفه مور ذان 50 بس الفكره انه هايبوكسيا او هايبوكسيا وذ هايبر كابنيا ماشي. طيب في شغله ثانيه مين نبلش بمين هسه من الشباب اللي قاعدين هناك متوحدين ايش الاسم؟ عبد الرحمن. طيب يا عبد الرحمن اذا مريضين او تو بيرسونز تعطيهم اول شيء قبل المريضين the oxygen او the air that we breathe right now كم الاكسجين كونسنتريشن فيه؟ 21% صح؟ 21% يعني خلينا نحكي 20% او 0.2 ماشي فراكشن تاعته ماشي. طيب واصله هاي الفكره؟ طيب اذا عملنا اي بي جي لعبد الرحمن ولحدا ثاني بنفس الوقت بتنفسوا نفس الامبيانت اير الروم اير والاكسجين طلع عند عبد الرحمن 100 وطلع عند الشخص الثاني اللي مش عارفين مين هو خلينا نقول هيثم. طيب طلع عنده 80 معناته شو في عند هيثم مشكله؟ عند بعده على البوردر لاين بعده بس مش نفس الشيء معناته اللنجز تاعت عبد الرحمن is functioning better than the lungs of هيثم صح؟ طيب ليش قارنا بينهم؟ سهل نقارن بينهم لانه الاثنين بتنفسوا نفس الاكسجين. طيب اذا مريض انا هذا حاطه على اوتو ماسك بعطيه 30% ومريض حاطه على ميكانيكال فنتيليشن بعطيه 70% اكسجين، طيب كيف بدي اقارن بينهم؟ كيف بدي اعرف المريض بتحسن ولا بيسوء؟ بدنا نحسب قديش المريض اخذ اكسجين على دمه من الاكسجين اللي اعطيته اياه لللنجز ماشي؟ هيك as simple as that اللي هي ايش اسمها هاي؟ الـ PF ratio. شو يعني PF ratio؟ يعني ratio بين الـ partial pressure of oxygen of inhaled oxygen طيب بالمليمتر مركوري للـ fraction of in عفوا الـ partial pressure of oxygen in the ABG ماشي بالنسبة للـ fraction of oxygen in the air inhaled ماشي. طيب نيجي لعبد الرحمن، عبد الرحمن بتنفسه 20% اكسجين وعلى الاي بي جي عند الاكسجين قديش طلع؟ قلنا 100. كم البي اف ريشيو تبعته؟ 100 مش على 20 على 0.2 ماشي. 100 على 0.2 قديش؟ 500. طيب شو النورمال بي اف ريشيو؟ مو اكثر من 350. كل ما نزلت البي اف ريشيو كل ما صارت عندك ايش؟ لنج انجري اسوء. طيب يعني مريض كورونا على سمبل ماسك
طلع اكسجينه على شويه اكسجين، يعني اعطيناه اكسجين مثلا 35% يعني 0.35، طلع الاكسجين كان شوي هايبوكسيك، الاكسجين كان عنده شوي لو، بعدين صار 100% صارت اموره تمام على 35.35 اكسجين. طيب المريض الثاني اعطيناه 70% اكسجين وما تحسن، فحطيناه على ميكانيكال فنتيليشن. ليش؟ طلع على الصوره تبعته بتلاقي هذاك عنده شويه انفلتريت، لكن الثاني عنده وايت لانكس كلهم نمونيا واصلتهم، الكوفيد نمونيا واصلتهم كمثال. فهاي بعطيك انديكيشن قديش في عندك لانج انجري، كل ما كان الرقم اقل كل ما كانت اللانج انجري مور سيفير، مايلد ومودريت وسيفير، اقل من 300 مايلد، اقل من 200 مودريت، اذا اقل من 100 يعني الامور كثير سيئه وسيفير لانج انجري. نيجي على مثال. طيب في عندنا patient A و patient B، مين وضعهم أحسن ومين أسوأ؟ طيب أول واحد احكي لنا يا مين، مين بده يحكي؟ اسألهم شاورهم. طيب المريض الأول شو ماله؟ patient A على mechanical ventilation من COVID-19 من heart failure شو ما كان السبب. طيب على الـ ABG عنده الأكسجين قديش؟ 80 مليمترز ميركوري. طيب والفنتيليتر قديش بتعطيه أكسجين؟ 30% أكثر من الروم إير بشوي. طيب يعني هو جاب 80 من 30% كويس ولا مش كويس؟ كيف بدنا نعرف؟ بدنا نحسب له البي أف ريشيو. كم البي أف ريشيو؟ 80 تقسيم قديش؟ 0.3 بتطلع، بغض النظر مايلد مودريت 266. المريض الثاني كم البي أف ريشيو عنده؟ احنا بنعطيه 30 كمان زي المريض اللي قبل شوي، لكن كم عنده الاكسجين على الاي بي جي؟ 50، مش قادر يجيب غير 50 من ال 30 فرق، انا عنده اياها 80% مثلا اكسجين. طيب كم البي اف ريشيو عند هذا المريض؟ 50 على 0.3 166. مين وضعه اسوء اللنكس تاعته؟ لانه ايش؟ مودريت صار اسمها صح؟ طيب فهي البي اف ريشيو اتس ا ميثود تو انه قديش انه نحكي كم الامور عندنا لانج انجري، كم السيفيريتي اوف هايبوكسيا. طيب لا 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 هاي يعني هيك طلعت يعني، بس يعني لو كان 40 لو كان 50 لو في مرضى 100% بنعطيهم، شيل ال 30% هاي حطيها 100% ماشي، وحل السؤال شوفي قديش المريض اموره سيئه. طيب حلي شوفي بدال ال 30 حطي 100% كم البي اف ريشيو بتطلع؟ 50 على 1 ماشي، كم بتصير؟ مع انك معطيته بس اكسجين لا نيتروجين معه ولا اي شيء ثاني وهو مش عامل بي اف ريشيو غير 50، معناته اموره لسه اسوء من هسه صح؟ طيب وات ميك سنس يعني تفكر فيها تفكير بس بالمنطق قبل ما انه تحل ارقام وتتفرج عليهم، يعني انت بتعطي مريض اكسجين كثير ومش قاعد باخذه، معناته اموره ايش؟ الغاز اكسشينج اتس بيتر. طيب في عنا special situations بالABG interpretation مهمين clinically. طيب ومش غلط لو عرفناهم من هسا، في أشياء ثانية غير عن هذول، لكن هذول الأشياء بصراحة اللي common واللي بيجي عليهم أسئلة. أول إشي مريض عنده هايبوثيرميا، شو يعني هايبوثيرميا؟ مريض بهالثلجات بتعرفوا عندنا المنخفضات بالثلج والهاي، ويكون مثلا الهومليس عندنا الحمد لله مش موجودين كثير، فعندهم الهومليس بيبل اللي بيكونوا نايمين مثلا برا البيت وبالثلج وبيجي على الطوارئ انه لقوه انه ان كوما وبعملوا له اي بي جي، شو بيلاقي بالاي بي جي عنده؟ الاكسجين 190. طيب ما حدا بيجيب ال 190 اكسجين. طيب مليمترز ميركوري على الاي بي جي من وين جابهم؟ سببهم الهايبوثيرميا لانه حرارته 32، حرارته مش 37 المريض. شو بتعمل هايبوثيرميا؟ بتعمل ريليس للأكسجين من الهيموغلوبين ماشي؟ فبصير عندك الجهاز يقرأ لك الأرقام الموجودة اللي هو السولابل أكسجين اللي بالسيرم اللي هو كثير عالي. السبب ليش؟ الهايبوثيرميا اللي عند المريض. اعمل كاليبريشن للجهاز أو خليه يدفي العينة أو خبر المختبر إنه I have a patient with 32 سيليسيوس degrees سيليسيوس، راح يطلع عندك الاكسجين لما يعملوا له كاليبريشن انه لا والله هذا مش 180 احنا غلطانين 92 ماشي. فهاي اول مس ريدنج او ايش كومن بروبلم ممكن نشوفه. حدا حب سأل شيء؟ قول لي. مش سامع يعني فاكتور غير النتيجه. يعني انت لما تكون كلينيكالي
وجاك مريض مثلا عنده هايبوثيرميا, you should inform the lab that this sample is for a patient with a temperature of 30 degrees. مشان عايروا جهازهم اللي يضبط الحرارة تاعت السامبل, مشان ايش؟ مشان يعطينا النتيجة الصح, مو يعطيك falsely high number of oxygen. طيب بكرة بجيب لك سؤال بالامتحان انه الهايبوثيرميا بتعمل falsely low number of carbon dioxide, ما دخله صح؟ فاهمينها ايش اللي صار؟ طيب في اشي اسمه leukocyte larceny, يعني سرقة يعني. طيب شو اللي بيصير؟ في مرضى عندهم لوكيميا لمفوما, normal white cell count قديش بتعرفوه؟ سي بي سي, كلكم عملتوا سي بي سي بزماناتكم. الوايت سيلز قديش؟ من 4 من 5000 ل 10000 ل 11000. طيب مع شويه انفكشن ممكن يوصلوا 20. طيب لكن في مرضى اللي هم مين اللي عندهم لوكيميا ولمفوما, شو بنشوف الارقام عندهم؟ 60 و70 و80000 عندهم. طيب والوايت سيلز زي ما بتعرفوا شو مالهم؟ فيهم هاي ميتابوليزم صح؟ فانت اخذت السامبل ما رحت فيها على المختبر على طول, بعد ما سحبتها تركتها عبين ما اجى البورتر ياخذها بعد نص ساعة, بعدين حطوها بالجهاز بعد ربع ساعة, لها ساعة على طريق السامبل عبين ما توصل للمختبر. شو عملوا الوايت سيلز؟ they consume the ايش؟ the oxygen. بيطلعوا للمريض على الاي بي جي هايبوكسيك, لكن على البلس اوكسيميتر شو ماله؟ امور كويسة مش هايبوكسيك, وهيه قدامك مش ما عنده ضيقة نفس. شو السبب؟ سرقوهم مين هم؟ الوايت سيلز. ماشي؟ فلما نعمل اي بي جي لمريض عنده هاي وايت سيل كاونت ما نتاخر بالعينه, هاي الكلينيكال اسبكت لها. اخر وحده اللي هي الميتهيموغلوبولينيميا. طيب هلا في دراجز ممكن نعطيهم انه تعمل شيء اسمه ميتهيموغلوبولينيميا. هلا شو اللي بصير هون؟ اللي بصير انه بتتفرج على مريضك الاوتوسات شو ماله؟ كويس بيكون صح؟ نورمال اوتوسات, والاوتو على الاي بي جي كمان فاليد. طيب عفوا الاوتوسات بيكون لو لكن الاي بي جي بيكون نورمال. طيب شو السبب؟ لانه البلس اوكسيميتر شو بيقرا؟ ويفز صح؟ هاي الضوء الاحمر اللي بيكون جواته بيقرا ويفز. الميتهيموغلوبين الموجود شو بعمل؟ بعطيه زي كانه هايبوكسيا, لكن هو مش هايبوكسيا, هو نفس الويف لينف بقراها الميتهيموغلوبين, لكن القراءه تحت الاي بي جي هي القراءه الصح, مو الهايبوكسيا اللي شايفينها على البلس اوكسيميتر. ماشي؟ فهذول ثلاث شغلات. ميتهيموغلوبين انت المفروض ما عندك ميتهيموغلوبين بدمك, وصلت؟ طيب اذا عملت لك بلس اوكسيميتر حطيته على الاصبع راح يعطينا 100% هسه. اذا اخذت داكسون مثلا دراج ممكن انه يعمل ميتهيموغلوبينيميا. عند دكتور الاسنان لايدوكين ممكن يعمل لك ميتهيموغلوبينيميا اذا كان عندك ديزيز. طيب فاذا صار عندك ميتهيموغلوبين بصير دمك لونه ايش؟ ازرق. حط البلس اوكسيميتر بقول لك الاوتوسات عنده 70%. 70% لازم تعبان نفسه. طيب هيو كويس. يتاكد بالاي بي جي, الاي بي جي بقول لك لا الاكسجين عنده 95 مليمتر ميركوري. مين الصح؟ البلس اوكسيميتر ولا الاي بي جي؟ الاي بي جي. ليش؟ من وين اجى السيانوسس اللي عنده اللون الازرق اللي صار عنده؟ من الميتهيموغلوبين مش من الديوكسي هيموغلوبين, مش هايبوكسيم هيك. ماشي؟ بكون اموره كويسه ما في مشكله. يعطيكم العافيه, حد عنده سؤال؟